إن شاء الله أنا راح أتكلم في نهاية البث أتكلم. طيب أبو بلال عثمان بن عفان قال موضوعنا اليوم، شكرا لكم، قال إن الله استخلف أبا بكر، أين إن الله استخلف أبا بكر؟ تفضل. هذا موضوعنا، هذا موضوعنا، لا تهرب من الموضوع، لا تهرب من الموضوع. مكرم 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 مكرم، لا تهرب من الموضوع. موضوعنا إن الله استخلف أبا بكر في البخاري. إذا البخاري عار عندكم فقول أنا استعر من البخاري وأشعر بالعار، إذا مو عار اعطينا الجواب. تفضل. ربع وقتك، ربع من وقتك ما يخالف. إن الله استخلف أبا بكر، أين الدليل من القرآن الكريم؟ ما هو تفسير إن الله استخلف أبا بكر؟ تفضل. شاهدوا اسمعوا يا شيخ، أخونا أخونا الحبيب، أخونا الحبيب. شوف إخواني يريد يتكلم في إخواني. أنا أسأل الأخ المكرم الحبيب الشيخ المفضال أبو بلال، أنا عندي موضوع وأمامكم الإمامة والاستخلاف في كتاب الله، إنه عثمان بن عفان قال إن الله استخلف أبا بكر. أسئلة عن موضوع الحلقة، غير المفروض يجاوبني لا يأخذني إلى موضوع آخر. أنتم تعالوا على الكرسي واحكموا، سأقدمه بكل أدب واحترام. أيها الأخ الحبيب، يا أيها الأخ الكريم، تفضل أجب عن السؤال. شوف تكلمت من أنا أتكلم لأنني لا أخاف منه ولا أخاف. أخونا الحبيب، أخونا الحبيب، هي مو مسألة كلام، مسألة إن لا تخرج عن موضوع البث. الله يرحم والديك، احنا اخوه، احنا اخوه، احنا اخوه، احنا اخوه. مرعوب بالله، انا لست اخلاك، مرعوب. اعوذ بالله، اعوذ بالله. اقول له اخونا يقول انا لست اخلاك. شوف اخواني، سمعتم يا اخوان، اقول له انا شو اخواني، هذول ناس حاقدين. اقول له اخي يقول لست اخلاك، حاقد. الله وكيلك، لو الان هو انا يمه ممكن ياكلني سويني شاورما. ليش إخواني؟ لماذا لا نزرع المحبة والأخوة والطيبة بيننا؟ ليش هذا التنفير؟ أقول له تفضل أخوي، يقول أعوذ بالله أنا لست أخاك. كلامك سليم الحج وعد. الإسلام وصف المحبة والأخوة والطيبة، هذا الإسلام. طيبة إخواني، هذول ناس تكفيريين، ناس يعني الله وكيلك مبغضين، ما يحبون انه الانسان يتكلم باخلاق وبادب، مثل هذا ابو اسباني. اقول تفضل اخي، تفضل اعطيني كتاب الله وسنتي، يقول ما يجاوب. عترتي عندكم، النبي قال نعم. ذب مين العتره؟ ما يجاوب. شو اسوي له؟ له سني، له عترتي، له معرفه، ماذا افعل له؟ هذا الاخ المكرم ابو بلال، اقول تفضل اخي، يقول اعوذ بالله أنا لست بأخ لك. تكفيري، حاقد، مبغض. تفضل أخونا عمار، عمار من ألمانيا. السلام عليكم حجي، تسمعني؟ حياك الله عمار. أنا أقول لهذا الأخ أبو بلال أحبك في الله وما يقبل، شو نسوي له؟ تفضل. حبته حية هو هذا الحج. شوف خلي اقول لك شغله، اكو شغله لازم تعرف. هذا كلمه كلمه انت عندي. كلمه انت الان، رجع كلمه انت عمار، عمار كلمه ابو بلال. يعني انت هاي الوهابيه ما سووا لك، اشتروا لك سنين ثلاثه، هاي يسمون لك الخايسه، هاي يسمون لك الخايسه، ما اشتروا لك الوهابيه، هاي الملايين يطوها لورد اسماعيل، يطوها اشرف غريب، ولك 5000 بالهم وصلوا لك هاي الخايسه. فضحتني. لا لا لا، فلوس هاي المسيار، لا يتزوج بها هاي المسيار، سوي لك سنين ثلاثه ما سوى لك شيء. لا لا، هو شيخ مكرم يا عمار، شيخ مكرم. ويقول من يسيء ويبعث بهذا الكذب يسيء الينا. وعدنا اسمع 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 اسمع، انا الان انا 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 الان اقول لك من هو الكلب. انت مو انت وابو محمد وهذا من امريكا، شو اسمه هذا المجنون، شو اسمه نسيته،
والله يا انت الكلب شيخنا الحبيب ابو بلال، لا تقول كذا وكذا وتشتم شيخنا، حافظ على هدوءك، حافظ شيخنا الحبيب، حافظ على هدوءك. يا شيخ يقول نحن من يسيء، يقول نحن من يسيء اليهم، سمعتم من اول من بدا الاساءه. شيخنا الحبيب حافظ على هدوءك يا شيخنا، انت ليش مضطرب؟ يعني البرنامج اوجعكم؟ يعني البرنامج دمركم؟ يا شيخنا الحبيب لنزرع المحبه، نزرع المحبه بيننا. يقول ماسي هو يكفر، يعني المشاب امرض يهول وبعد شوي ينزل بالثلث الاخير من الليل ويقول لك انت كافر. يعني انا شو بتكلم؟ وبعدين هذا هو وعزيز ومحمد عندهم جروب وعند الادله تسجيلات بصوتهم، بس وقت يتفقون على برنامجك حجي وعد، والله العلي العظيم يتفقون على تخريب البرنامج، عندي التسجيلات بس وقت فويسات، انا دخلت بس فويس ولا واحد ولا مش فاهم. خل اسمع منك، خل اسمع منك يا شيخنا الحبيب ابو بلال. شيخنا المفضال ابو بلال، عثمان بن عفان عندما قال ان الله استخلف ابا بكر، صدق ولا كذب؟ اعطينا الدليل لطفا، شوف بكل ادب. لا اتحداك تسكت. تفضل. اتحداك تسكت في 20 ثانيه. تفضل. قبل قليل كنت تتكلم مع اخ لنا من اهل السنه تقول له انت تقنع بدون سنه بدون اي. شوف هرب من الموضوع. ايها الشيخ المفضال، لا تتكلم عن موضوع. يا اخواني، يا اخواني سؤالي يا اخونا الحبيب ايها الشيخ المكرم، سؤالي ان الله استخلف، تقول لي اعطيني 20 ثانيه امام الجميع، خذ دقيقه دقيقتين ثلاثه عشره انا اسكت، لكن بس جاوبني اين الله استخلف عثمان بن عفان؟ تفضل. شعر بانني ساتعدي مجفاف، شعر وعد الله بانني ساجعل من دينه جفاف أمسح به قدماي، لذلك يقول هرب إلى مسألة العثمان. نتحدث عن هذه السنة، السنة نتحدث عن السنة بصفة عامة التي تقول عنها بأننا نحن على السنة بدون سنة، هذا الذي تتحدث عنه. عليك سنون بدل الجلبة. وين الجواب أخواني؟ أنا الجواب شيخنا المفضال. نحن اهل السنه بدون سنه يا وعد الله، هذا ما قلته قبل قليل. ماشي ماشي شيخنا المفضال، عثمان بن عفان قال، شيخنا المفضال عثمان بن عفان قال، شوف اخواني شلون عامله باحترام. ايها الشيخ الحبيب، عثمان بن عفان قال ان الله استخلف ابا بكر في البخاري، اين؟ تفضل. قبل قليل قلت بان نحن سنه بدون سنه، اتحداك تقر بهذا الكلام. ماشي. وكلام مسجل عليه. ما نعم نعم، إن شاء الله نناقش هذا الموضوع بعد أن تجيب عن السؤال. أيها الشيخ الحبيب الغالي شيخ أبو بلال، بكل أدب واحترام، إن الله استخلف في البخاري، إخواني هذا هو البخاري أمامكم على الشاشة، هذا هو البخاري، إن الله استخلف، هذا على الشاشة، استخلف أبا بكر كما قال عثمان، هذا أمامكم شوفوا، استخلف أبا بكر كما قال عثمان. أسأل سؤال، شوفوا بكل برود وهدوء وأدب، أين الله استخلف عثمان؟ تفضل شيخنا الحبيب وعيوني وتاج راسي وحبيب القلب أبو بلال، تفضل. قلت بأننا نحن السنة بغير سنة، لا تهرب من هذه النقطة. نعم، أين هذا؟ نأتي لها بعد أن نناقش سؤال الحلقة. أيها الشيخ المفضال حبيبي، يا نور عيني، لا تنسى هو أخونا هم شيخ حكيم. أخونا يا أخانا الحبيب، ذكرتني يا أخانا الحبيب، أخانا الحبيب. الله أكبر، كبروا يا أهل السنة، الله أكبر، كبروا الآن. وعد اللامي تمتح به الأرض في قناته تمتح به الأرض. أهل السنة بدون سنة، أتحداك يا وعد اللامي، ناقشي كما كنت تناقش هذا الأخ من قبل قليل وتقول له بأنكم أنتم أهل السنة بغير سنة. يلا سؤال وينك يا وعد اللامي؟
نعم نعم ما اسمعك سؤالي. الوجع اللي اللي عامل البرنامج لهؤلاء ايش قضهم؟ اخواني شوفون شوفون كيف يتوجعون. مو قلت لك كبروا كبروا يا اهل السنه كبروا. ابو بلال يمسح بوعد اللام الارض في قناته. ابو بلال سيد عمر عليك من اهل السنه اننا نحن اهل السنه بدون سنه. تبقى على الكلام ولا تسحبه؟ تسحب هذا الكلام؟ ادخل معك في موضوع عثمان؟ قول هاي مال كبر وقولها. كبروا يا اهل السنه الله اكبر. تعترف يا ترفع الرايه البيضاء يا ولد لم تقول انا ما قلت هذا الكلام انكم اهل السنه بدون سنه؟ ارجع معك الى موضوع عثمان. من اجل الاخوه بيننا مره اخرى. اتحداك يا وعد اللامي تعترف. قول على ما قلت هذا الكلام. قول هاي ما الكبر ومن اجل الاخوه البينة. قل ما قلت هذا الكلام. قل ما قلت ان اهل السنه بلا سنه. ما هذول جماعتك اللي معاك بالجروب قول لهم كبروا. الله اكبر. قول يا شيعه الان. قول يتم جلد وعد اللامي في قناتي. ابو بلال في قناتي قبل قليل. سمعتم شيخنا الحبيب اتصل علي اخ لنا من اهل السنه قالوا بأنكم أنتم أهل السنة بلا سنة. أنا أريد أن أجيب على هذا الكلام. أهل السنة بدون سنة. نريد أن نعرف كنا من أهل السنة بالسنة حقيقة ومجازا أم نحن أهل السنة كذبا وزورا؟ اعترف يا وعد الأمين. قل نعم أنتم أهل السنة بالسنة. وننتقل معك إلى موضوع عثمان بن عفان إلى خلافة أبي بكر. قولهم كبروا. قولهم خلي يكبرون. قولهم قل الله أكبر. لا قلهم هم يكبرون اللي معاك. قلهم كبروا يا أهل السنة. كبروا وعد اللامي يتم جلده في قناتي. طيب يا أهل السنة كبروا. يا أهل السنة شوفوا طريقة المعاملة وشوفوا الوجع الذي في مشايخكم من هذا البرنامج. وأنا سابقا وعدتكم موجود التسجيل قلت لكم سأجعلكم تتوجعون. وما أقول تتوجعون، سأجعلكم تتوجعون. والآن أنتم تسمعون الوجع بكل أدب واحترام. في البخاري يقول عثمان أيها الشيخ الحبيب أبو بلال إن الله استخلف أبا بكر. أين الدليل يا أهل السنة اللي كبرتم الآن؟ عثمان صادق عندكم أو كاذب؟ هذا البخاري اللي هو صحل ودسيسة على أمة محمد ولا يكذب عليكم يكذب على الله؟ فالآن شيخكم يجيب، لكن هل سيجيب؟ تفضل أيها الشيخ الحبيب الأخ الكريم. جبال يا أهل السنة جبال وعد الأبي. قبل قليل اتصل عليك أخ لنا من أهل السنة وقلت له بأنكم أنتم أهل السنة بلا سنة. أتحداك تنكر هذا الكلام أو تعترف. قل أنا أخطأت وأدخل معك في حديث أن الله نصب أبا بكر بدءا على المسلمين. طيب اسمع، لنتم أهل القرآن ولنتم أهل السنة ولنتم سنة ولا عندكم سنة، هذا أنا ملتزم به، لكن بعد أن تجيب سنعبر ونناقش. شوف بكل أدب واحترام، والله أنا قلت وأنا أشدد على هذا الأمر، ووالله أنتم ما عندكم سنة ولستم من أهل السنة ولستم سنة. الآن بكل أدب واحترام، ما الدليل لقول عثمان أو أنه كذب؟ عثمان بن عفان كاذب عندما قال أن خلافة أبي بكر استخلفه الله تبارك وتعالى. أنت الدجال، أنت الكذاب وأنت الدجال. أنت الكذاب يا وعد اللامي وأنت الدجال المفتري. أتحداك تثبت للناس أن أهل السنة. طيب إذا أنا كذاب، هذا الكتاب إخواني أمامكم، عثمان كذاب دجال آثم أم صادق؟ أعطونا الدليل الآن. إما أنا كذاب وإما عثمان كذاب. إذا عثمان صادق أعطيني الدليل. تفضل. كبروا يا أهل السنة كبروا وعد اللامي الآن متورط يقول بأن أهل السنة
لا يتبعون السنة، وأنا دعوته للحوار في هذا الموضوع. ماشي. أنا موافق، أنا موافق بعد أن تجيب عن السؤال. تفضل أجب عن السؤال الآن ونعبر إلى هذا الحوار. تفضل، هل صدق عثمان أم كذب؟ سمعتم يا ناس، الآن خلاص انتهى الأمر، سوري أغلقنا هذا الموضوع، أغلقناه خلاص. هل صدق عثمان؟ هل صدق عثمان؟ وفد اللامي، وفد اللامي متورط. هل صدق عثمان أم كذب؟ وفد اللامي يرمي بالشبهات. هل صدق عثمان؟ من مناقشتها. هل صدق عثمان؟ أستاذ أبو بلال، أعتقد بأن كل من يتصل عليه. شيخنا أبو بلال الحبيب، هل صدق عثمان أم كذب؟ الآن الناس ينتظرون أن تنتصر لعثمان. عثمان ما عنده قيمة عندك؟ هذا عثمان بن عفان، اجعل له قيمة، اجعل له قيمة. عثمان، عثمان لا يوجد. شوف أخوان، بس وعد لا تسمح له أن يناديك بوغد، هو ينادي وغد. ماشي ماشي ماشي، لحظة، لا تسمح له. لحظة أخواني، الآن أنا أكثر أهمية لأبي بلال من عثمان بن عفان، والله مو قلت لكم؟ أنا يحبني ويحترمني ومهتم بي أكثر من عثمان بن عفان. يا رجل عثمان، عثمان يقول وأن الرافضة لا يتبعون. لا أبو بلال، أبو بلال، عثمان بن عفان صدق ولا كذب؟ والله شوف أخواني، هذا حديث من البخاري الآن 8 حلقات، أتحداكم إلى يوم القيامة أن تأتوا بدليل واحد. كلهم عندما جاءوا بآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، عندما جاءوا كلهم تورطوا، ووالله أي آية في القرآن يأتون بها لأورطنهم ولأجعلنهم أضحوك أمام المشاهدين، والله العظيم. هذا قسم، وهذا الساحة الآن من يدافع؟ هذا مهتم بوعد اللامي أكثر من عثمان. تفضل أيها الشيخ أبو بلال، تفضل. هرب. شوف أخواني، هرب. طيب تفضل أبو تراب. أبو تراب تفضل أخوان. مدن وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم. مولاي الحبيب حاجنا الكريم حاج وعد، الأحبة جميعا، سيدنا الحبيب سيد ميثم، المولى الحبيب أبو كريم، الأحبة جميعا فردا فردا، حياكم الله بأطيب التحية وأطرها. في واقع الأمر مولاي الفاضل حاجنا الكريم، أنا أريد أبو عائشة. أبو عائشة يقول بأن هذا لحظة، رجع أبو بلال، أبو بلال رجع أبو بلال، أنا اتصلت بي إخواني، أنا اتصلت بي، أنا أكثر أهمية لو عثمان، دافع عن عثمان، تفضل. ما أتصلت، يلا. إن الله استخلف، إن الله استخلف أبا بكر، هل صدق أم كذب؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبا بكر صدق للخلافة من بعدي. احنا هو قال الله، النبي نقله. الان انت تقول ان النبي قال ان ابا بكر يلي الخلافة من بعدي، اعطينا الدليل من كتب السنة. اذا هربت الى كتاب اخر من كتب الشيعة او كتاب اخر، لانه الكتاب في البخاري، اين قال النبي ان ابا بكر هو الخليفة الشرعي بعدي؟ تفضل. ايه من كتبكم. هذولا سنة من كتبنا، شفت اخواني؟ سنة، سنة مثل صاحبة امس ويا سيدنا. شوفوا يا اخواني، اول ما اجاب عن السؤال وقعته، اول ما اجاب عن السؤال. الان من الذي هو قال سمسح بك الارض وسمسح؟ ما في ثواني، ثواني قال ان النبي قال ان الذي يلي الخلافة من بعدي، وطبعا هذه بالحق مش بالباطل، الذي يلي الخلافة من بعدي بالحق هو أبو بكر. وين الدليل؟ قال موجود، أنا أروح الكتب الشيعة. يعني أخواني، هنا في كتاب البخاري عثمان بن عفان فتش في كتب الشيعة، فتش في كتب الشيعة وقال أيها الناس
أيها المسلمون، أبو بكر الخليفة ودليلي أنا عثمان بن عفان، كتب الشيعة، الشيعة هم الذين قالوا. بالله عليكم يا سنة، يا أهل السنة، بالله عليكم، أهؤلاء من يمثلونكم؟ أهؤلاء عزكم؟ يا أهل السنة أهؤلاء فخركم؟ يا أهل السنة بهؤلاء ترفعون رؤوسكم؟ يا أهل السنة أين مشايخكم؟ أين علماؤكم؟ تفضل سيدنا الحبيب. حجينا أنا بدي أسأل الشيخ أبو بلال، أبو بلال، الشيخ أبو بلال، أبو بلال، أنتم تقولون نحن أهل السنة، أهل السنة والجماعة، عندك حديث صحيح في اتباع السنة؟ هو لا اسمعني اسمعني، أنا كلمك، أنا كلمك يا أبو بلال، أنت تقول تنتقد الحاج وعد أنه قال لستم أهل السنة، أنتم أنا أقول أيضا أنتم لستم أهل السنة، اسمع اسمع، لستم أهل السنة لأنك ما عندك دليل على اتباع السنة. ما هو دليلك على اتباع السنة؟ أبو بلال شيخنا المفضل، أريد عثمان بن عفان عندما قال من كتبكم، من لا لا تتكى على الشيعة، أين لا 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 أنا أريد أن أثبت، لا 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 شوف شوف زين، ما مشكلة تريد تثبت من كتب الشيعة، أخواني راح أعطي حل، قل إنك ما تستطيع أن ترفع رأسك بكتابك وإنكم تمشون مطاطئي الرؤوس وأنه لا يوجد عندكم دليل، وإذا أردت أن ترفع رأسك فتأتي إلينا في كتبنا، نحن من نرفع رؤوسكم، وتفضل اقرأ. يا موجود، اسمعوا يا شيخ، موجود الدليل عندي على ان عثمان كان صادقا حين قال ان، طيب اسمعني اسمعني اسمعني، انا اريد منك الان، اريد منك الان ان تقول نحن اهل السنة لا نملك دليلا ولا نستطيع ان نرفع رؤوسنا، ولكننا عندما نرفع رؤوسنا نذهب إلى كتب الشيعة وهم أخوة لنا، بهم ترتفع الرؤوس، قل أنه أرفع رأسي بكتب الشيعة، تفضل. أخونا الحبيب أبو بلال، أنت ترفع رأسك بكتابك السني ولا بكتابك بكتبنا الشيعة، تفضل. أنا سأثبت لك. ماشي ماشي، طيب اعلن أنه أنت ما عندك شيء يقال، أنتم مفلسون ما تستطيعون أن ترفعوا رؤوسكم، ما عندنا مشكلة، أقرأ من كتب الشيعة، تفضل. على يقين بأنه خفض صوتي، أنا سأثبت لك وللمتابعين أن عثمان بن عفان صادق حين قال أن الذي نصب أبا بكر الصديق خليفة هو الله تعالى. شو اسم الكتاب السني؟ شو اسم الكتاب السني؟ لا لا كتاب شيعي. شفت إخواني؟ رجع مرة أخرى، الله أكبر، والله حق لكم أن تفخروا يا شيعة. شوفوا لما يريد يثبت أن عثمان صادق يأتي إلى الشيعة، شيعة أرجوك يا شيعي انقذ لي عثمان، اجعله صادقا يا شيعي، يا شيعي وعد الله ورطنا، يا شيعي البرنامج ورطنا، أرجوك أنا ما عندي طريق أثبت عثمان إلا عن طريق الشيعة، إحنا ما عندنا السنة. آخ طيب محمد عبد الحميد، خلي لوزة شوية حجي، رحمة على واديك حجي، خلي مجال شوية. أبو بلال أرجوك أرجوك، حديث كتاب الله وسنتي صحيح أم ضعيف؟ ما جاوبك سيدنا، هو بس هو يريد يرفع رأسه بالشيعة، هو مطاطئ الرأس سيدنا، مطاطئ الرأس. خلنا نسمع جوابه، خلنا نسمع جوابه. أبو بلال حديث كتاب الله وسنتي صحيح أم ضعيف؟ طيب تفضل شيخنا المفضل أبو بلال، هل أنت عندك كتاب الله وسنتي بسند صحيح؟ رجعت إلى كتاب الله وسنتي؟ لأنه أنت طاطأت رأسك، لحظة سيدنا، لأنه طاطأت رأسك وما تستطيع أن ترفع رأسك، وتريد أنه أنا أرفع رأسك الشيعي، فأنت ترفع رأسك بي الآن كتاب الله وسنتي، نشوف راح ترفع رأسك بسند صحيح ولا لا، هاي من الضربة الثانية. فضل. لأن لما مسكت في موضوع الخلافة رجعت لي يا حبيبي كتاب الله وسنة. اختار اختار، يلا عندك حجي، خلينا خيره، انت اختار يا سؤال تريد تجاوب، تريد تجاوب لحظة سيدنا، لحظة تجاوب عن الخلافة، لحظة سيدنا، أخونا الحبيب أبو بلال، عندك
عثمان صادق من كتب السنة وتثبت أنه خليفة صادق عندكم وترفع رأسك بعثمان، يعني عثمان ما يرفع رأسك من كتب السنة. إذا ما عندك قول أنا ما عندي من كتب السنة وأقدر أنه أرفع رأس عثمان ولا أطأطئ برأس عثمان فقط من كتب الشيعة، وتفضل. أنما قاله عثمان بن عفان صادق في كلامه في كتب الشيعة. أي أعطينا من كتب السنة. اسمعوا يا شيعة، يا شيعة، أعطينا من كتب السنة. لا حول. شوف أخواني، هو يريد يثبت أن ليش؟ لأن والله ورب الكعبة والذي رفع السماء بغير عمد لا تملكون ولن تستطيعوا ولو استعنتم بالجن وكان بعضكم لبعض ظهيرا لا تستطيعون أن تثبتوا صدق عثمان. والله ورب الكعبة هذا القرآن بين أيدينا، هذا القرآن يا سنة. هذا الرجل الآن يزعم أنه من المحاورين ويزعم أنه متخصص في الحديث، سألته عن حديث البخاري، أضربني بقول ابن حجر، أضربني بقول النووي، أضربني بقول شراح الحديث، أضربني بقول آخر، أضربني بآية قرآنية، دي جيب من عندك، جيب، أرفع رأسك، أتحداك والله العظيم. لكن أقول للشيعة حق لكم أن تفخروا، والله العظيم أقول حق لكم أن تفخروا بأن هو الآن، شوفوا بعد أن أعجزته الآن، بعد أن أعجزته يعترف الآن أمامك، وأنا والله سأناقش معه كتب الشيعة، قل أنه ما عندي دليل من السنة، كتب السنة، وتفضل على الشيعة. ماشي الآن بكل أدب، شوف بكل أدب واعتراف واحترام، قل إنه نحن السنة ما عندنا دليل على صدق عثمان وأنا ناقش معاك كتب الشيعة، تفضل. إلا إذا أنتم أسأتم. قل إنه ما عندكم في كتب السنة على صدق عثمان. اسمع، قل ما عندي دليل في كتب السنة على صدق عثمان ونحن نذهب إلى كتب الشيعة. قل فقط، أريد أن تقول هكذا أنه ما أستطيع أن أثبت صدق عثمان من القرآن ومن كتب السنة، أستطيع أن أثبته من الشيعة ونحن نتناقش بالشيعة. أخواني أكثر من هذا، فقط اعترف، والله ما أتركك إذا ما تعترف. تفضل. مرعو أسكت حتى أجي. تفضل. ما يوجد في كتب أهل السنة أحد تهم عثمان بالكذب أبدا. لا 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 لا. قل ما يوجد دليل، شوف يريد يهرب، قل ما يوجد دليل أن عثمان صدق في أن خلافة أبي بكر استخلف من الله. لا لا تقول ما يوجد. شوف أخواني يريد يلعب، لحظة أخواني يريد يلعب على الكلمات. قل ما أستطيع أن أثبت صدق، ما أستطيع أن أثبت صدق عثمان من كتب السنة، والآن الآن نناقش كتب الشيعة. تفضل. لا يوجد في كتب لا شيء يكذب عثمان بن عفان. ما أحسنت، أحسنت، لا يوجد شيء. اثبت لي صدقه، اعطيني الدليل أنه صادق. شفتم أكبروا يا أهل. لا أنت قلت لا يوجد شيء يكذب عثمان ولا يوجد شيء يصدق عثمان، أنا أيضا أقول كبروا يا أهل السنة. أخواني أنا ما قلت له لا يوجد شيء يكذب عثمان ولا يوجد شيء يصدق عثمان، خير إن شاء الله، شو نسوي؟ أنت تقول لا يوجد شيء هو ادعى الدعاء، شلون ما يوجد شيء؟ يا أخونا أبو بلال أنت تقول لا يوجد شيء يكذبه، إذن يوجد شيء فيه صدق عثمان، فينه طينا يا لا يوجد. أنا أقول عدم الوجود، عدم وجود الدليل هو تكذيب لعثمان. يا عمي هذا القرآن بيننا، افهم، هذا القرآن، عدم وجود آية وعدم وجود حديث يعني عثمان كذاب كاذب. تقول لا صادق، اعطيني الدليل. تفضل. علام من مصادرهم أن ما يزعمه. شوف أخواني، شوف أخواني
يا أخونا الحبيب أبو بلال الشيخ المفضال، الآن عثمان صدق أعطينا الدليل، كذب نذهب إلى الشيعة، فقط أنتم تنازلوا عن كتبكم قولوا نحن لا نستطيع أن ندافع عن عثمان. يا ناس الآن ثمان حلقات والله عيب. هذا يقول أنا كبار المحاورين وأرسلوا لي الرقم، يعني الأخ هذا أبو محمد المغربي من كبار المحاورين، والله عيب. أنا ما جئت له، جئت لكم من القرآن وجئت لكم من البخاري. هذا كتاب الله بيننا، وهذا البخاري يقول اعطوني إما من القرآن أو من البخاري. عمي أقبل من الشراح بدليل، من الشراح اللي شرحه لك أكثر من هذا شو أسوي لكم يا سنة؟ عيب. يعني هذا الذي يطبع بالملايين هذا دسيسة، هذا كذب، أنتم تطبعونه بالملايين إذن هذا دسيسة، ما في دليل، كذب، ما أنتم سنة، أنتم لستم بسنة ورب الكعبة لستم بسنة. هذا كتابكم أول كتاب في السنة، يكذب عليكم يا سنة يعقل، هذا كتابك يكذب، عجيب والله. طيب تفضل سيدنا الحبيب، خلي أقدم الأخوان، قدم الأخوان بعد أن فشلوا الأخوة جميعا. لا يوجد إنسان يستطيع أن يرفع رأسه، والله يا شيعة ارفعوا رؤوسكم، إحنا اللي يحق لنا، هم تعلموها عندما أقول لو حق لكم أن ترفعوا رؤوسكم يا شيعة، يريد يأخذوها من البرنامج، إحنا نرفع رأسنا. أنت هذا كتاب تضعه على رأسك وتطاطئ وتمشي وانت مطاطئ، أما أنا رأسي مرفوعة، واضح؟ طيب حجينا، هو تسمعني؟ اي تفضل. هو ايضا قال ماكو واحد كذب من اهل السنه كذب عثمان، هذا كذبه ايضا، لان اهل السنه ما يقولون بالاستخلاف من الله، ما يقولون الخليفه، اي خليه يثبت، يعني اهل السنه هم كذب. انا الان تفضل اثبت الدليل ان عثمان صادق، اعطينا الدليل من كتب الشيعة. لا من كتب السنه، قول ما عندي. خلاص لا تتصل علي بعد الآن. هروب 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 هروب. ماشي من كتب الشيعة، لكن اعلن للناس أنك عاجز عن إثبات صدق عثمان، يلا اعلن. طيب ماشي أثبت لي من كتب أهل. أصبر، اعلن أن عثمان، أنا أعجز أبو بلال وكل السنة عن إثبات صدق عثمان من السنة، وننتقل الآن لكتب الشيعة. طيب ماشي وعدلامي، أثبت للمشاهدين أن عثمان كاذب من كتب أهل السنة، أثبت من كتب أهل السنة عثمان كاذب. ليه ما يوجد؟ أثبت من كتب الشيعة أن عثمان صادق. أنا أثبت لك من كتب السنة، كتب السنة تقول بعدم النص، وهذا هؤلاء الذين قالوا، شوف إخواني الشيعي ما يتأخر ثواني، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا أبطال الشيعة، شوفوا إخواني كتب الشيعة ما يتأخر دقيقة واحدة، شوفوا الشيعي يأتي بالدليل، أولا الدليل من صحيح مسلم والدليل من الشرح، والكتاب أمامكم سوف يأتي بهذه الكتب. الله أكبر يا شيعة، شوف هذا كتاب شرح صحيح مسلم فتح المنعم ساقر الأدلة بسرعة. ماذا يقول؟ عندما قال من كان مستخلفا لو استخلف رسول الله، لأن النبي لم يستخلف، قال أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين الخليفة بعده، إذ لو كان هنالك نص لما اختلفوا في اجتماع السقيفة ولا تفاوضوا فيه. قال الحافظ وهذا جمهور أهل السنة، ثم ذكر أنهم استند من نص على خلافة أبي بكر بأصول كلية وقراء حالية تقضي أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة من ذلك الصلاة في مرضه، ثم قال أن الدليل هو قرينة لا يوجد
ناس إنما بالقرائن إنه لأن النبي قدمه في الصلاة فهذه قرينة إنه خليفة، لكن لا يوجد نص ولا استخلاف. وهي عائشة وهو عمر بن الخطاب يقول إن كنت استخلفت فإن النبي لم يستخلف، إذا كنت لم أستخلف لأن النبي لم يستخلف. وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم. شوف أخواني، أسرع من البرق الشيعي، أسرع من البرق الدليل. الدليل الثاني الذي أريده إليكم، سمعوا يا أخواني الدليل الثاني، هذا كتاب فتح الغيب، فتوح الغيب. ماذا يقول؟ يقول الآن هو ما ينام اليوم. ماذا يقول؟ شوف أخواني، هذا كتاب أمامكم على الشاشة، فتوح الغيب وحيشة الطيبي على الكشاف. يقول، وهنا أقرأ أنا من هذا المجلد 14 أمامكم على الشاشة، ماذا يقول؟ يقول: قيل له استخلف، أن عمر بن الخطاب قيل لما طعن قيل له استخلف، فقال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، والإنسان ربي سمعت نبيك يقول إنه أمين الأمة، ولو كان سالما لاستخلفته. ثم يورد الأدلة إلى أن يقول فإن، اسمع ماذا يقول، يقول: فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. من هو؟ يعني أبا بكر. وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. ترك الاستخلاف، يعني من؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن من الذي حق له أن يكبر؟ أخواني، تأخرت ثواني، أولاد علي بن أبي طالب، شوفوا هذا من كتابكم، يقول عمر بن الخطاب: إذا تركت الاستخلاف فلي أسوة بالنبي، لأن النبي ترك الاستخلاف. يلا الآن هذا الدليل، الآن اثبت أن عثمان ابن عفان صادق. لا تكلم يا وعد اللامي، تكلم خلاص، خليني أتكلم أنا وقتي. أنا ما قطعت ولا في كلمة واحدة، وأتمنى تكون شجاع مثلي. أنا ابن علي. الآن اعطيني الدليل، اعطيني الدليل، تفضل. مثل ما أنا جئت بالدليل، مثل ما أنا جئت بالدليل، شوف إخواني، ثواني تأخرت، جئت له بالدليل من الشراح ومن الصحيح. الآن هو مطالب أن عثمان صادق بالدليل، تفضل. ليش أنت خايف؟ أنا تعرف تكلمت، ما قاطعتك، ليش جربت؟ بالعكس، بس أنت مكرم، بالعكس، بس أريد الدليل. خلاص اسكت. بالعكس اسكت. إحنا أخوة. اسكت، اسمعوا يا شيعة. بالله عليكم، هل قاطعته لما كان يتكلم؟ اسمعوا يا شيعة، اسكت يا وعد لامي. تكلمت، ما قاطعت ولا في كلمة. اسمعوا يا وعد لامي، العام في تفسير القمي. في تفسير لا، تهرب إلى القمي. لا تهرب، والله سأناقش. وهذه الرواية ذكروها في نهاية السحر، وناقشنا هذه الرواية، ونحن لا نخجل من هذه الكتب. لكن بعد أن تعترف، أخواني شفتوا يريد يهرب إلى كتب الشيعة، بعد أن تعترف أنني أعجزتك عندما قلت لي أعطي الأدلة من كتب السنة، جئت لك بكتب السنة. الآن دورك من كتب السنة، أو تقول الآن، قل للجميع: وعد اللامي جاء بالدليل ونحن نطأطئ الرؤوس، ما عندنا دليل على صدق عثمان، أنا أثبت أنه كاذب آثم غادر. من كتب السنة اثبت أنه صادق. أنت قلت لي يا ظالم، أنت قلت لي اثبت أنه كاذب من كتب السنة، فأثبتت لك من كتب السنة أنه كاذب. الآن اثبت أنه صادق. خلاص، يلا مع السلامة يا ولد. هرب، سجلوا، هرب اخواني. الله اكبر، الله، العزة لمحمد، العزة لمحمد وآل محمد. هرب. ايها المتابعون، شوفوا شلون يهربون، والله لأدمغنهم الواحد بعد الآخر. والله شوف الآن، هو قال: أمسح بك الأرض. الآن من الذي مسح به الأرض؟ أمامكم. هو قال اثبت أنه صادق، أن عثمان كاذب من كتب السنة، دمغته بكتب السنة.
بقول النبي أنه لم يستخلف، فأنت كاذب يا عثمان، فأثبت أنه صادق من كتب السنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخواني شفتوا، هؤلاء هم شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الرجل يتصل بالناس، يضع سورة السيد السيستاني ويتصل بالناس ويقول له تسمح لي أسألك سؤال، أنا من الشيعة، ويكذب على الناس ليلا، يتصل ويكذب على الناس. فأنا وعدت والله أمام الله، وعدت أنه لأعملن فيه عمل والله لن ينساه. شوفوا الآن من الذي مسح بالأرض صاحبه، أنا ولا أنت؟ الآن قلت لي اثبت أنه كاذب، اثبت. قلت لك اثبت أنه صادق، قلت لي اثبت أنه كاذب. أنا شجاع اثبت، ليش عندما يأتيك الدور تهرب؟ يلا 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 يلا. أنا أغلق الخط، وغلق الخط. شفتم يا أخواني؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، طيبين الطاهرين. العزة لمحمد وآل محمد. والله يوم بعد يوم أخواني، يوم بعد يوم أكتشف أخواني، أكتشف أنه رأس الشيعي دائما مرفوع. والله أخواني ما أعرف أي جيش، ما أذكر. يوم قرأت تقرير مع صور، أنا ذكرت في جيش لابس يعني تشاكيت، لابس تشاكيت الجيش، ففي هذه الياخة، أنا ما أعرف شو يسموها أنتم، هذه الياخة في، فالجندي يمشي وهكذا رأسه مرفوع. فبالتقرير سألت ماذا يضعون دنبوس هنا، لذلك الجندي ما يستطيع أن يحني رأسه، فدائما رأسه مرفوع. ما أعرف أي جيش من الجيوش. الشيعي ما يحتاج دنبوس، الشيعي لأن قلبه في ولاية أمير المؤمنين، في محبة الزهراء، مسددون نحن من محمد وآل محمد. شفت يا أبا محمد، هذا الشيخ اللي رشحته اللي يتصل على الناس، أخواني أرأيتم ماذا صنعت به الآن؟ كلهم هكذا والله، سلموني إياهم بشرط أن يبقى، سلموني إياهم وسأفعل بهم ما فعلت الآن. أنا ابن علي، عمر بن الخطاب الآن قال أن النبي لم يستخلف، وعثمان قال النبي استخلف، واحد منهم كذاب. هنا مثل العظم البزردون. عمر قال لأن لم أستخلف فلي أسوة بالنبي لأنه لم يستخلف، وعثمان يقول أنه النبي استخلف أو الله استخلف. مين الكاذب ومين الصادق؟ تورط، قال يلا 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 نقطع الخط. هروب، هروب من أولاد علي. طيب سيدنا، معذرة سيدنا الحبيب، تفضل أخونا، شو اسمك؟ سيدنا تتكلم لو أطلع. هذا الحبيب الذي ذهبت إن شاء الله، بس يتكلم السيد دقيقة. أخواني هذا الحديث الذي يريد أن يستشهد به من كتاب تفسير القمي، ناقشنا سيدنا هذا اللي بنهاية السحر، لكن شنو نهايته حجينا؟ شنو نهاية الحديث؟ هل نهاية الحديث أنه في دليل على أن الله استخلف أبو بكر؟ لا، الحديث يقول في آخره لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة، وعائشة أخبرت حفصة، أو أخبر حفصة وحفصة أخبرت عائشة وأخبرت أبو بكر، قال لها إن أباك سيلي الخلافة من بعدي، فاتفقوا على أن يسموه، اتفقوا على أن يسموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل هذا دليل على أن الخلافة من الله وخلافتهم بالسم؟ يعني هاي الرواية اللي تتم حسب، بغض النظر عن صحة الرواية عن ضعفها، يعني أنت الآن يا عبد القادر منير تريد تستدل علينا بحديث فيه أنهم سموا النبي صلى الله عليه وآله وأخذوا منه الخلافة؟ هل هذا استخلاف من الله؟ أدري سيدنا عثمان لما قال هذا الكلام راح التفسير القمي، ايش فيهم هذول؟ عثمان لما قال أن الله استخلف أبا بكر
قرأت تفسير القمي وقالها. وبالمناسبة حتى السند في التفسير، لكن أنا أردت أنه يعترف أنه شوف أخواني انتهى الزمن. أنا الأخ قال لي وجه نصيحة للمحاورين، أمس أيضا قلت له لما تحترم تناقش السيد هذا وليد، قلت له تحترم نفسك رغما عن أنفك. انتهى الزمن أنه يجي واحد يفرض علينا موضوع، أبدا أبدا. والله لو نبقى أنا والسيد نتكلم في المواضيع أبدا، الموضوع الموجود تتكلم في الموضوع، أنا مو حارس مرمى، تتكلم في الموضوع، تجيب، ترفع الراية البيضة، شوف ترفع الراية البيضة وتقول أنا سلمت، بعد ذلك امشي على كتبي، وأنا ما أستعر، أنا مو خجول مثلك، يلا يلا أغلق 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 وتهرب. احنا ما نهرب، احنا موجودين في بثنا. شفتم يا شيعة، أنا خاطب الآن الشيعة، أرأيتم هذا البرنامج وإخوانكم في البرنامج؟ أنا بكرة وبعد بكرة ما راح أكون، راح يكون السيد معكم والأخ أبو باقر والأخ أبو كريم والأخ حج أيوب والأخوة إن شاء الله يكون، أريدكم تبقون مع هذا البرنامج. أنا مسافر إلى العراق، أريدكم تحفظون غيبتي، صح ما راح أكون موجود، هذا برنامجكم، لا تتركون البرنامج، لا تخلون الأعداد أيضا لأنه مثلا فلان ما موجود، أبدا هذا برنامجكم. بكرة إذا اليوم يحضرون 1000 المفروض بكرة 2000. الله الله يا أخواني، الله الله في البرنامج، لأن راح يديره سيد ميثم وباقي الأخوة. إياكم أن تفرطوا بهذا البرنامج. أنا مسافر ما راح أكون موجود، سافر بالعراق من أجل إعدادات الاستوديو وما شاكل ذلك، لكن هذا ذمة في رقبتكم، هذا ما أسسنا هذا البرنامج إلا من أجلها سلام الله عليها، من أجل الزهراء الصديقة، فلا تتركون الأخوة لوحدهم بالله عليكم. طيب حجيني على النتيجة الآن الخلاصة من مناظرة أمس ومن الحلقات اللي فاتت وكلام هذا عبد القادر منير، أنه لا دليل على استخلاف أبي بكر إن الله استخلفه، ولا دليل صحيح عندهم على اتباع السنة. يعني كما ذكرنا قبل أيام، بنزين خانة وما بيها بنزين، تبيع لبن، بنزين خانة وتبيع لبن. أنا ما شايف والله بنزين خانة أهل السنة وما عندهم سنة، بنزين خانة وما عندهم بنزين، شنو الكلام هذا؟ يعني أنتم سنة وما عندكم كتاب الله وسنتي، شون سنة؟ طيب أبو تراب، عفوا أبو تراب تفضل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامحنا أبو تراب تأخرت عليك، لكن تشوف الوضعية. اسمحوا لي بدون مقاطعة، اسمحوا لي. مولاي الفاضل حاجنا الكريم حاج وعد،